طب احنا عايزين روشتة سريعة كده في دقيقتين. اي نعم. ادرب نفسي ازاي ان انا ابقى راضية طول الوقت، ما نمش واقوم ناسية، عشان انا بنام واقوم برجع تاني مكتئبة. نعم. اول حاجة هو البعد عن موارد القلق والاكتئاب، يعني لو عارف ان في مصدر من المصادر هو اللي بيسبب لي الاضطراب والقلق ابعد عنه. الامر الثاني ان تذكر النعم، طول الوقت اذكر نفسي بالنعم الموجوده علي، انا عايش ومبسوط وعايش في الحياه وباكل وبشرب ومستانس باهلي وكذا. ثالث حاجه هو الابتعاد عن الفضاء ونزول لارض الواقع. يبقى لي صديق كتير من الجيل ده او الشباب بشكل عام بينعزل، ويبقى هو مورده الوحيد هو صفحة الفيسبوك، يكتب عليها ويتفاعل وكذا. لا، انزل إلى الواقع، اتعامل مع ناس، اخرج، اتفسح. يبقى أول حاجة اللي احنا قلناها إنه الإنسان موارد الاكتئاب والقلق يبعد عنها. الأمر الثاني هو تذكر النعم طول الوقت. ثالث حاجة هو اللجوء إلى الله. يعني كان أحد الشعراء كده كان يقول: والجأ إلى الله في كل الأمور ولا تطرق سوى بابه إن كنت في كبدي، فعنده لذوي الحاجات ما طلبوا، وبحره مورد للأم والولد، وكيف تطرق بابا موصدا أبدا، وباب ربك مفتوح إلى الأبد. الرزق للخلق رب الخلق ضامنه، عهد عليه ومن أوفى من الصمد. فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأمور اللي بتعترينا في الحياة هي سبيل مهم وسبيل كبير لتحقيق الأمان النفسي، اللي بين قوسين الرضا.